هنيئا للدولة المصرية بتاريخها، هنيئا للدولة المصرية بشخصيتها، هنيئا للدولة المصرية بولادها بأبنائها، هنيئا للدولة المصرية بتراثها. اللي بعد الفاصل هنتكلم على شخصية أو جزء أو عنصر مهم في شخصية الدولة المصرية من خلال قناة مهمة جدا اسمها القناة الوثائقية، هنتكلم عليها بصورة يعني مختلفة شوية، لأنه دي واحدة من الحاجات المهمة جدا اللي هتحافظ على التراث الثقافي والإنساني والعلمي للدولة المصرية. وأعتقد أنه الشركة المتحدة وما لها من تاريخ مشرف في السنوات الماضية، أعتقد أنها هتحط إيدينا على مفاتيح الشخصية المصرية من خلال هذه القناة.